تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. ثم قال رحمه الله: ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلها تحت سرته. فالآن انتقل إلى القبض، يعني قبض اليدين في صلاته، يقبض يديه. وذكر كيفية القبض فقال: يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته. هذه في الحقيقة مسألة معروفة عند العلماء، تتعلق بموضع اليدين، أين يضع يديه؟ هل يضعهما تحت سرته أو فوق سرته، أم يضع يديه على صدره؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، مسألة وضع اليدين. فطائفة ترى أنه يضع اليدين كما قال المؤلف تحت سرته، وطائفة ترى أنه يضع يديه فوق سرته، وطائفة من أهل العلم ترى أنه يوضع يديه فوق صدره. هذه أشهر الأقوال في هذه المسألة. وإذا نظرنا في النصوص في الحقيقة سنجد أن أكثر النصوص التي وردت في هذه المسألة لا يصح منها شيء، أكثر هذه النصوص ضعيفة، حتى ما جاء أنه يضع على صدره لم يصح في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث التي وردت أنها تحت السرة كذلك لم يصح فيها شيء، مع أنك لو نظرت في كتب المذاهب ستجد أنه ما من مذهب إلا وله قول في هذه المسألة، والذي قرره المؤلف رحمه الله هو مذهب الحنابلة. ما هو هذا المذهب؟ أن تجعل اليدين تحت السرة، وكذلك مذهب الأحناف. والصواب أن هذه المسألة فيها سعة، لأن حتى الآثار التي وردت لم يصح، جاء عن علي بن أبي طالب، وجاء كذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، والآثار في ذلك أيضا لم يصح منها شيء. الأمر فيه سعة، لا بأس أن ترفع يديك إلى صدرك أو إلى فوق السرة، فلا يشدد في هذا الباب. وجاء أيضا عن ابن عباس، لكن كما أشرت أكثر هذه الآثار لا يصح فيها شيء. ثم قال رحمه الله: ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل، يعني وضع اليدين، أن تضع يديك على صدرك أو على سرتك أو تحت ذلك، هذا يدل على الخشوع والذل، وأنت بين يدي ربك تؤدي هذه الصلاة.